صديقي مشاهد الاقتصاد والناس، طبعا اولا اهلا بحضرتك في حلقه جديده من البرنامج. ثانيا النهارده بنتكلم عن الطاقه، والحقيقه لا مفر من محاوله ايجاد مصادر اخرى للطاقه، لانه طبعا هناك لا يمكن ان يكون هناك اي نوع من انواع التطور سواء كان الصناعي او التكنولوجي بدون طاقه. يعني شريان الحياه الحقيقه، ومشاكل الطاقه الاحفوريه اصبحت واضحه للعالم كله، وهناك طبعا حلول او محاولات لايجاد حلول مختلفه كثيره جدا في مجال الطاقة. فحول هذا الموضوع هيدور حوارنا النهاردة صديقي المشاهد. هنطلع فاصل سريع نشوف تقرير حلقتنا النهاردة ونرجع نبدأ اللقاء. دفع تناقص موارد الطاقة المتوقع حدوثه الكثير من الدول إلى البحث عن مصادر بديلة للوقود وإيجاد الحلول لتجاوز مشكلة عدم الوفرة المتوقعة في الوقود الأحفوري. لذلك قد يكون الوقود الحيوي هو البديل الأمثل، ويعرف الوقود الحيوي بأنه الطاقة المستدامة من الكائنات الحية سواء الحيوانية منها أو النباتية، وهو يعتبر من أهم مصادر الطاقة المتجددة على خلاف غيره من الموارد الطبيعية. لذلك سعت الكثير من الدول لزراعة أنواع معينة من النباتات خصيصا لاستخدامها في مجال الوقود الحيوي، ومنها الذرة وفول الصويا وقصب السكر وزيت النخيل. من الجدير بالذكر أن صعود الوقود الحيوي لا يمثل سوى مرحلة جديدة ممتدة في الحضارة الإنسانية التي شهدت التحول من وقود الفحم التقليدي إلى البترول، ومنه إلى مصادر متجددة من الطاقة التي تحمل في طياتها من الفرص والتحديات والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لحلول عام 2050. يمكن للوقود الحيوي أن يختزل انبعاثات الغازات الدفيئة بنحو 1.7 مليار طن في العام، أي ما يعادل أكثر من 80% من الانبعاثات الحالية الناجمة عن وسائل النقل. تمام، رجعنا لكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. شفنا مع بعض تقرير حلقتنا النهاردة، ويعني الحقيقة النهاردة منورنا ومشرفنا مرة أخرى في استوديو الاقتصاد والناس أستاذنا الأستاذ الدكتور مهندس سامح نعمان، أستاذ بكلية الهندسة وخبير الطاقة. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك فندم. أهلا بسيادتك. نور سيادتك فندم. معلش عطلنا حضرتك النهاردة شوية. لا لا تحت أمرك. طيب يعني في البداية قبل ما نخش في موضوع الوقود الحيوي وهو أحد أنواع، وحقيقة وإحنا بنسمع التقرير أو نخش بقى في الموضوع على طول، حضرتك واحنا بنسمع التقرير كان ليك بعض الملاحظات على فكرة الوقود الحيوي كبديل او كأحد البدائل للطاقة، هل يعني مشاكله اكتر كتير من منافعه؟ هو احنا بناخد الوقود الحيوي، هو ايه اصلا يعني نشرحه من الاول؟ الوقود الحيوي ده احنا بناخده من النباتات، يعني اذا كان ذره رز كل المكونات دي بنطمرها وتحت الارض، وبعد كده بتطلع منها غاز الميثان، بناخد غاز الميثان وبعد كده الباقي بيستخدم كسمات كومبوست او ما شابه ذلك، او بناخد رأس الحيوان والاشجار اللي هي النخيل زعف النخيل وما شابه ذلك، برضه نفس الكلام بنطمره وبناخد منه ثاني اكسيد، بناخد منه الميثان. ده تحت ضغط معين ولا هو بس بيتساب مع
بتتحط في اوضه في غرفه تحت الارض وبتحط عليها حاجات تقيله، درجه الحراره والضغط بتاعها بيبتدي يتحلل وتديني الميثان ويتبقى معايا السماد اللي تحت. حضرتك كلمه ان انا اخد منه الميثان، وبعدين طالما عندي ميثان، الميثان ده من احد العناصر الرئيسيه اللي بتسبب الاحتباس الحراري. الميثان بيتعلق في الجو لمده 12 سنه، ثاني اكسيد الكربون 12 سنه. ثاني اكسيد الكربون بيتعلق في الجو 20 سنه. لو اخذت الميثان واستخدمته في الطهي فانا بطلع ثاني اكسيد الكربون، يعني برضو حتى استخدامه انا ما استخدمه في البتروكيماويات ما فيش مشكله، انما استخدامه ان انا استخدمه كوقود هو دي مشكله كبيره جدا. ثانيا الميثان ده بيفرض عليا وانا بطلع وانا بستخرج البترول وانا بستخرج الغاز بيطلع معايا ميثان، ولذلك الميثان اللي بيطلع من الاستخراج من زمان هو سبب في الاحتباس الحراري. هل غاز الميثان ده ليه استخدامات يمكن ان تكون استخدامات صديقه شويه للبيئه؟ أيوة، موجود بقى يعني. موجود يبقى يستخدم في اتجاه لازم اخده كمنفصل، والبتروك يستخدم في البتروكيماويات. اوكي تمام، في صناعات البتروكيماويات كوقود؟ لا مش كوقود، مركبات. يستخدم كمركبات. لو استخدمت وقود يبقى باخد ثاني اكسيد كربون، اي حاجه بحرقها باخد ثاني اكسيد كربون. اوكي، فيستخدم كاعاده تصنيعه الى شيء اخر. حاجه ثانيه حضرتك، لو انا استخدمت الميثان، لو انا استخدمت مثلا عشان زي الذره، لو استخدمتها عشان اطلع منها ميثان او اطلع منها وقود، انا بستخدم حوالي 300 كيلو من الذره عشان اخد حوالي ذره بتاع الاكل، الذره بتاعتنا ويبقى كويس، ويعني يبقى ذره يمكن استخدامه في لا ده هو انا باخد الذره وبعملها بتركيبه بضغط وحراره معينه واطلع منها الغاز او الوقود اللي بستخدمه. بيطلع قد ايه؟ بيطلع قد ايه بقى؟ بيطلع من 13 ل 15 لتر. فال 300 كيلو دول يعيشوا بني ادم سنه طبعا، فازاي يعني. بهدر كبير. وال 13 لتر اللي بيطلعوا بيخلصوا في فتره بسيطه وزي، فاذا هو ضغط او استهلاك اقتصادي غير مجدي. الاتجاهات بقى اللي هي بتقول استخدموا واطلعوا بالوقود الحيوي، هل هم او اللي التوجيهات الرئيسيه دي هستنزف الموارد الاقتصاديه اللي انا باخدها من المنتجات الزراعيه عشان اطلع منها كم وقود قليل، وانا عندي امكانيات تانية كتير جدا اقدر اخد منها الوقود اللي بيبقى اضعاف انتاجه من الميثان. زي ايه بقى؟ يعني احنا بنتكلم في ايه يعتبر، هل معلش هل الاتجاه العام في الطاقه قبل ما نخش على بدائل الميثان، يعني هل الاتجاه العام محاوله البعد تماما عن كل ما هو بيسبب انبعاثات للبيئة، أو محاولة البحث عن طاقة متجددة؟ إيه حضرتك، الميثان مش طاقة متجددة، مش متجددة. وأولا ده بيدي انبعاثات ويضر البيئة، زي وزي المحروقات يعني. ما هو محروقات، هو ده محروقات وسيء، لأنه ده عدم استخدامه، يعني مثلا الخشب عدم استخدامه لا يؤثر تمام، إنما الميثان وجوده مؤثر لانه بيتعلق في الجو. أوكي. حرق الخشب دي ثاني اكسيد الكربون، حرق الميثان دي ثاني اكسيد الكربون. اوكي تمام. واستخدمت الوقود الحيوي، فانا بستخدم المنتجات الزراعيه اللي انا المفروض اكلها او طيب. فخسرانه اللعبه اقتصاديا خسرانه، يعني استخدامه الوحيد حسب كلام حضرتك يكون في صناعه البتروكيماويات، لا يستخدم في الحرق. اوكي جميل. ولو نبص اوروبا ما بتستخدمش البوتاجازات بتاعتها في كلها غاز، كلها كهرباء، يعني 90% صحيح. منها كهرباء، فما فيش من انتاج ثاني اكسيد كربون بسبب الكلام ده. طيب ايه الاتجاه بقى للطاقه؟ هو الطاقه اللي هي اولا ما اديهاش وقود، ما اديهاش اي نوع من الوقود واخد طاقه، ادي واحد تمام. او استخدم الطاقه اللي بتاعت الهيدروجين. اوكي، الطاقه اللي انا ما اديهاش وقود هي الطاقه المتجدده، انا ما بديش الطاقه الحراريه، الطاقه الشمسيه ما بديهاش الشمس، الشمس موجوده من عند ربنا. صحيح. طاقه الرياح ما بديهاش هواء، الهواء موجود من عند ربنا. صحيح. الهيدروجين هو عباره على فكره العنصر من العناصر الاساسيه موجود في الغلاف الجوي 75%، وثالث عنصر موجود على الارض وموجود في مركبات كتير جدا. صحيح. الهيدروجين لو اخذته والميه في كلها، مش في الميه H2O. صحيح. الهيدروجين الاخضر بالذات، الهيدروجين الاخضر استخدامه الطاقة الناتجة منه 2.8 ضعف أي نوع من أنواع الطاقة. يعني تقريبا 3 أضعاف. ده الهيدروجين الأخضر. العادم من الهيدروجين الأخضر مية مقطرة. ولا حاجة، مفيش ثاني أكسيد كربون. مفيش عادم. أوكي. مية مقطرة وتستخدم مرة أخرى. أتعب حضرتك في حاجة يا مهندس. إيه هي الهيدروجين الأخضر؟ لأنه في ألوان من الهيدروجين. إيه هو الأخضر؟ أو نشرح كل منظومة الهيدروجين. هو أنا عندي الأخضر وعندي البني أو الرمادي وعندي الأزرق وعندي الأصفر وعندي الأبيض. إيه ده؟ أوكي. عندي كده. فعندي الأخضر اللي هو بينتج من
المية تحليل المية. يبقى لازم معايا مية مقطرة، مش مية مية ملحة، مش مية بحر يعني. هو بتدخل على الجهاز يبتدي يفصل الهيدروجين لوحده ويفصل الأكسجين لوحده. ده بنقول عليه أخضر لأن الطيف بتاع اللون بتاعه أخضر، الطاقة بتاعته اللي بتتحرك ما بين ما بين المديونز بتاعته بتبقى لونها أخضر. وأنا عشان أفصل المركبات عن بعض بحتاج طاقة، بعملها إزاي دي؟ تمام. الطاقة دي بقى لازم عشان أخدها لازم تكون طاقة رخيصة. رخيصة. أوكي. عشان تاخد طاقة رخيصة لازم أخدها من الطاقة المتجددة. أوكي. يبقى لازم يكون عندي مية محلاة وعندي طاقة والطاقة المتجددة لأنها رخيصة. وفي الحالة دي الشمسية أو رياح. الاثنين دول لما بيستخدموا هيدوني الهيدروجين أخضر. لو استخدمت الطاقة العادية بتاعت البيت هتديني برضو هيدروجين أخضر بس التكلفة بتاعتها أعلى فيه. وبعدين علشان أستخدم الطاقة اللي بتاعت البيت أنا بستخدم قبلها غاز أو بستخدم بترول عشان يبقى أنا باخد عشان تبقى البيئة سليمة، يبقى الحاجة اللي أنا بستخدمها لا تضر البيئة. تمام. لان لما نبص للطاقة الشمسية الانتاج بتاعها لما طلع كيلو من الطاقة الشمسية الثاني اكسيد الكربون حوالي 46 جرام. اوكي. لما بستخدم طاقة الرياح كل كيلو كل كيلو كهرباء 12 جرام ثاني اكسيد كربون. أوكي. الطاقة اللي بتطلع من المية حوالي 5 جرام. اوكي. طب المحروقات كام؟ المحروقات بقى ندخل على الغاز 500 جرام. لو استخدمت الفحم 1100 جرام. يا ربي. في الكيلو الواحد. الكيلو. في الكيلو واحد. يعني يعني بيطلع قد الكيلو وزيادة. الفحم بالذات. الفحم الفحم كيلو منه 1100 جرام. الغاز بيديني 500 جرام. كتير برضه. الطاقة الشمسية 46 يعني بتبقى قدها 10 مرات. فبالتالي علشان استخدم وتبقى طاقة نظيفة والجو صحي يبقى لازم طاقة متجددة. تمام. لأن استخدام الناتج بتاعها كسعر قليل. ثانيا العادم بتاعها في الجو قليل جدا من ثاني أكسيد الكربون. صحيح. فده بيديني الطاقة. وبنتج بيه هيدروجين اللي هو بيستخدم كبديل للطاقة برضو ولكن من غير أي انبعاثات خالص. مسألة لطيفة جدا. الأزرق لو أنا بستخدم بخار مية مع الغاز الطبيعي مع بعض المركبات يديني هيدروجين رمادي. رمادي ده عبارة عن ثاني أكسيد كربون متركب على هيدروجين أزرق. أفصل ثاني أكسيد الكربون يبقى عندي الهيدروجين الأزرق. يبقى عشان أخذ الهيدروجين الأزرق بستخدم غاز. والغاز عشان أستخدمه الأول بستخدم بطلعه من على الأرض بيديني ثاني أكسيد كربون. وبعدين بيديني مركب في ثاني أكسيد كربون تاني. أفصل ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون أنا بفصله ياما بشيله ياما هنا له حاجات ياما بستخدمه في الميثانول ياما بشيله تحت الأرض ياما بشيله تحت المية. لو استخدمته تحت شلته تحت الأرض فبيتسبب في الزلازل والبراكين. لو حطيته تحت المية بيسبب بالضبط سنامي وما شابه ذلك. طيب. ده الأزرق. أوكي. الأصفر ده برضو مش مفيد قوي يعني في نهاية الأمر. هو هل ليه استخدامات مختلفة عن الأزرق؟ بستخدم بطلع منه الأمونيا الزرقاء. طلع منه الأمونيا الزرقاء بحطه مع النتيجة بتروكيماويات برضو بتروكيماويات والسماد وما شابه ذلك. أوكي. وبعد كده هتستخدم كوقود كوقود. تمام. لأن هو الوقود الأخضر أساسه اعتماده على الهيدروجين الأخضر. في عندي الهيدروجين الأصفر ده لما بستخدم الطاقة النووية لأن الطاقة النووية بتديني الليفل بتاع الشعاع اللي جوه ذرة الهيدروجين بيديني الطيف أصفر. أصفر شوية. بيديني الطيف أصفر. أوكي. الأبيض بيجي عادم نتيجة المصانع نتيجة احتكاك الماء وتسخينه ده بيبقى الأبيض وده نسبته دايما قليلة. أوكي. هل كلهم يعتبروا مصادر للطاقة يمكن استخدامها؟ كلهم هيدروجين. الهيدروجين هو واحد. هو كله مصدر طاقة. حركة الإلكترون داخل المدارات هي اللي بتديني الاختلاف في الطيف. في الطيف. إنما هو كله هيدروجين. إنما نفس الاستخدام في كل الحالات. في كل الحالات. طيب. ولكن عندي الهيدروجين الأخضر وأفضلهم لأن أنا بطريقة الاستخدام. طبعًا. أفضلهم للبيئة. وكل حاجة. فيما يتعلق في البيئة وفي الاستخدام وفي التكلفة وفي إن أنا كمان ما بستخدمش غاز يعني أنا بدور على غاز عشان أطلع هيدروجين أزرق إنما في الجو المية موجودة ولذلك مصر مفضلة في إنتاج الهيدروجين الأخضر لأن عندنا 1300 كيلو متر سواحل بحر الاحمر وبحر الابيض بس حضرتك بتقول ميه مقطره في محطات تحليه ميه. اوكي. يبقى بتعمل يبقى عندك المصدر انك انت تعمل تحليه ميه على 1000 على على ساحل 1300 كيلو. طبعا. وبعدين عندنا الطاقه المتجدده اصبحت الخبره فيها عاليه جدا والانتاجيه فيها كبيره ورفعنا فيها من 22 في سنه 20 احنا قلنا 20 35 كنا المفروض نوصل 42 لكن 20 30 هنوصل ل 42 نتيجه المشاريع اللي تمت علشان هل متوقع انه في العالم بقى كله حتى مش في يعني نبدا معلش اوسع شويه وهل فعلا
هيتم خلال ال 30 40 سنه القادمين التخلي نسبيا او تدريجيا عن الطاقه الاحفوريه بشكل كامل ولا ده صعب برضه؟ لا مش صعب. لا احنا ناخد مثال عملي. اتفضل. السفينه الكبيره اللي هي بتشيل الحاويات اللي طلعت من شرق اسيا وكانت رايحه اوروبا عدت على كوريا وعدت على سنغافوره ومونت طاقه خضراء وجات شرق بورسعيد. مينا شرق بورسعيد مونت 500 طن من الطاقه الخضراء. اوكي. وعادي 500 ودي اول سفينه تتحرك بهذا الكلام. احنا عندنا انتاج الطاقه الخضراء. اوكي. فاذا الطاقه وطبعا راحت اوروبا وخلال البحر الابيض المتوسط ومفيش اي مشاكل. ده معناها ان التجربه ناجحه. تمام. ولما بتكون على سفينه كبيره بتشيل حاويات يعني حاجه مش سهله. هل التكلفه عاليه اعلى ولا لا؟ اقل اقل اقل. انا خد بال حضرتك الطاقه حتى لو الاثنين قد بعض انت بتاخد طاقه من الهيدروجين ثلاث اضعاف أصلاً. أوكي. فبالتالي وبعدين التركيب يعني فيها استدامة حتى يعني يمكن استدامة كتير جدا. ثانيا احنا بتستخدم في الميثانول الاخضر الميثانول اللي هو طاقة خضراء. الميثانول بتضيف عليه هيدروجين ده بيديني نوع من انواع الطاقة الخضراء او بستخدم الامونيا اللي هو الهيدروجين الاخضر. أوكي. مع النيتروجين. أوكي. تحت ضغط وحرارة. فاذا ده الوقود اللي جاي على مستوى العالم وهو اللي هيستخدم بقى في الطائرات ويستخدم في السفن ويستخدم في السيارات ويستخدم في حاجات كتير. هل نقله صح؟ هل هو صورته الخام ايه؟ بيبقى غاز ولا يمكن الهيدروجين؟ سالته بالظبط. الهيدروجين اولا نقل الشيء ده مهم جدا. ده سؤال قوي جدا. الهيدروجين غاز ولكن لو اتحرق نار ما بيبانش لانه لونه بيبقى شفاف خالص. شفاف ازرق كده خفيف. فده دي من احد الخطوره بتاعته. دي خطر. النقل بتاعه خطر. في فورم في هيئه الغاز كغاز. طبعا. ولكن في طرق للنقل. انا بضيفه على الامونيا وانقله او بضيفه كميثانول وانقله وبعدين افصله وسهل فصله بعد كده بعد فصله بس. أوكي. بيبقى فيه نسبه فقد شويه لانه بحط له 18 هيدروجين والباقي نيتروجين او الامونيا. فبتبقى نسبه قليله وبعدين عشان افصل بفصل نسبه صغيره 18 بتوصل لحوالي 14 او 12. انما في حاجه اسمها في هدر. ده اقتصاديا ده في هدر. في هدر طبعا. في ماده اسمها ماده بتحول اسمها التولوكويم. التولوكويم بتحط على الهيدروجين بتخلي السائل ميه. أوكي. زي الميه. أوكي. وبتحط في الجو العادي وبتشال في جراكن يتشال في تانك وبعدين الماده التولوكوين دي انقل بيها الهيدروجين من مكان لمكان وبعدين افصل منها الهيدروجين واستخدمها مره ثانيه. يعني هي ما اوكي يعني ما بتخلصش. ما بتخلصش بترجع تعاد. ما انا كان ده سؤالي الجاي. انت عرفت يا دكتور ازاي يعني هل متوفره الماده دي؟ هي متوفره وبتستخدم في اليابان. بترجع تستخدمها مره ثانيه. كويس قوي. ونسبه الفائده بتبقى قليله قوي في الهيدروجين. تمام. فهي ده الصدمه. بس ده عشان ننتقل العالم كله عشان ينتقل الى منظومه لازم يبقى كل دوله فيها محطات رساله او يعني لازم يبقى شكل المنظومه هيختلف تماما طبعا يعني. لا وكمان مش كل دوله هيقدر يبقى عندها هيدروجين اخضر لان الدول ما عندهاش. في دول كتير ما تقدرش تعمل طاقه متجدده. وفي دول وفي دول كتيره جدا محبوسه جوه ما عندهاش ميه جوه. في دول كتير زي المجر مثلا. المجر دي في وسط دول اوروبيه. فبالتالي اللي ربنا عطيهم او نعم عليهم وعطيهم ميه وعطيهم طقس يديهم طاقه متجدده هي دي الدول اللي ناويه او ان شاء الله تبقى هي محور لانتاج الهيدروجين الاخضر والطاقه الخضراء. ويمكن ان تصل الى نسبه انتاج تكفي الحاجه العالميه. ما هو هي دي اللي حضرتك هتبقى جايه. يبقى بدل محطات بنزين بدل محطات سولار هتبقى محطات الطاقه. هل في عامل خطوره الهيدروجين؟ كله خطوره لو استخدم خطا خطر. يعني ولكن لو انتشر في محطات البنزين وبتاع يعني او لا أو محطات لوحديه خاصه بيها. وهو بعدين حضرتك دلوقتي في السيارات بيستخدموا الهيدروجين الاخضر بس ما بيستخدموش بقى كغاز. بيستخدموه كمركب زي انبوبه المعجون بتاع السنان بس كبيره على شويه كده كبيره. بتتحط يعني اللي عايز يقطع مسافه معينه يروح يشتري الانبوبه يفضيها في التانك وبعدين بتحط عليها ميه وبعدين مع الهواء اللي جاي من فوجه العربيه بيحصل التفاعل جوه بيطلع الهيدروجين. أوكي. والهيدروجين بيشتغل وبعد كده بيطلع الباقي ميه مقطره. يا اما بيخزن الميه ويستخدمها مره ثانيه يا اما بياخدها ويستخدمها. يمكن الميه المقطره دي اعاده استخراج الهيدروجين منها ثاني مع الانبوب اللي هو بيركب تاني. اللي بيركب. طب ما هو هياخدنا لنقطه اخرى. هل لو تم انتشار فعلا الهيدروجين بشكل كبير هو منتشر في دول العالم كتير يعني هل ده هيعني تغيير
المحركات والسيستمز بتاعت السيارات كلها والمصانع، ولا ممكن تشتغل على نفس السيستم؟ لا وحضرتك في حاجة، لو حطينا نسبة لا تزيد عن 20% من الهيدروجين مع الغاز بيستخدم بدون بان انا اعدل المعدات اللي موجوده في قلب الاماكن بتاعتها. أوكي. زي اوروبا بدون التعديل، بدون التعديل زي أوكي. اوروبا دلوقتي من 3 4 سنين بتستخدم الهيدروجين مع الغاز علشان التدفئه. اوكي. فبياخد 20% نضرب في 3 تبقى حوالي 60 مع ال 80 يبقى بيوصل حوالي 130 140 طاقه حراريه اللي كان بياخدها قبل كده 100%، وبيوفر 20% من الغاز. انما لو انا هستخدم هيدروجين كامل لان السيستم نتيجه درجات الحراره العاليه اللي بتطلع فبيبقى له بركوشن معين او احتياطات معينه داخل، فلازم هندسيا الميكنه نفسها تبدا في التغيير برضه. زي ما حصل تحويل من البنزين للغاز في السيارات اللي كان العربية بيبقى فيها مشاكل في الأول، ونتيجة إن الغاز بيدخل على الموتور مش بدرجة الحرارة العالية، فبدأ يحطوا سخان في الأول عشان الغاز وهو داخل يمر على حتة سخنة فبيدخل سخن على الموتور على البيستن بيبتدي يشتغل. تمام. فهو يبقى نفس السيستم، نفس الموضوع، يعني بيبقى تعديل مش تغيير بشكل كبير. يعني تعديل. هل برضو في لو هنتكلم على الجانب الصناعي هل يمكن استخدامه في كل شيء؟ في كل شيء هو وقود، استخدم وقود في كل حاجة. في مصانع الطاقة الحرارية العالية هيستخدم في السيارات، في الطيارات، في إنتاج الكهرباء بدل الغاز وبدل السولار وبدل الكلام ده كله هيستخدم الهيدروجين. تمام. هل هناك خطة، يعني حضرتك بتتكلم على مصر وإنه عندنا ما يسمح لنا بأن نكون من منتجي الهيدروجين، هل عندنا الطاقات البشرية والتدريب والإمكانيات اللي تسمح لنا إن احنا نصل لده؟ محور قناة السويس يعني من سنتين مصنف إن هو المحور اللي هيبقى محور عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، لأن محور قناة السويس تم فيه بناء منطقة كاملة جاهزة إنفراستراكشر لإنتاج الهيدروجين الأخضر. أوكي. والمنطقة دي مربوطة بالمينا بتاع العين السخنة بخط خاص، بشارع، بطريق خاص بين المصانع وبين المينا، وجوه المينا في رصيف خاص لتصدير الهيدروجين. بشكله إيه بقى؟ بشكله الغاز ولا بشكله هنعمله السائل؟ بشكل الغاز، وبجهز على الاثنين. أوكي. وكمان في أماكن لتخزين الهيدروجين سواء بقى كأمونيا أوكي. أو كغاز. أوكي. فالاثنين موجودين. أوكي. بالنسبة لهم. ثانيا الحوافز اللي أعطاها رئيس الوزراء من 6 شهور للمستثمرين، قال لهم كل المعدات ما عليهاش ضرائب، المباني ما عليهاش ضرائب، لما تيجي تعمل رخصة الدولة بتدفع فلوسها. أوكي. بتدفع لكم كل حاجة. كمان بتديهم التصدير ما بياخدش عليه ضرائب، فأعطاهم كل المميزات كتيرة جدا. احنا هنستفيد ايه؟ وقال لهم ما صح هنستفيد ايه؟ قال لهم ان لازم 20% على الاقل في الاول تكون من مصانع مصرية من المنطقة. أوكي. يبقى لازم في مصانع تخدم على الشغل ده. حلو قوي. أوكي. وكلها مصرية. تمام. كل اللي بيشتغلوا عندكم النسبة العالية بتاعتهم بتاعت مصريين واخدوا التدريب. أوكي. بالاضافة ان كنتوا تعملوا تطوير للمناطق اللي انتوا بتشتغلوا فيها. اوكي. تمام. مناطق خدمية. هنستفيد كتير جدا. يعني وده يرد على سؤال الطاقات البشرية المدربة. هي يعني دي بقى. هي دي بقى اللي هتدرب الطاقة البشرية. في الحتة دي. مرسي يا دكتور سامح، معلش تعبنا حياتك معنا النهاردة وعطلناك. إنما يعني الحقيقة صديقي المشاهد معلومات قيمة للغاية من أستاذنا طبعا الدكتور مهندس سامح نعمان، يعني اتكلمنا حول الطاقة بشكل عام و